من أسرتك جبت العدد كله من أسرتك ولا جبت حد منهم معين؟ I brought my last born, my brother and my sister. أنا آخر زيارة جبت أخويا وأختي مع والدتي طبعا. كنا التلاتة. وديتهم الأهرامات وانبسطوا جدا. وديتهم المولات. كلوا سي فودز، كلوا فواكه بحر وكانوا مبسوطين. سي فود موجود في كل حتة، فين بقى الفول؟ كشري، طعمية. يعني الشغل بتاعنا ده بالنسبة لي أنا بحب الأكل المصري. يمكن قدام شوية هحتاجه بس شوية عشان أكلهم فول وطعمية وكشري والأكلات المصرية. خلاص اتدربت وبدأت تاكل فول وكشري وطعمية، طالما سعد سمير معاك ما بقلقش. بالتأكيد لما يكون معايا واحد زي سعد سمير مش هاكل أكل نيجيري تاني بعد كده. هتكلم معاك في الاكل، لكن اسرتك اللي هم اربع اولاد، انت واحد فيهم وبنت، والمجموعه اللي جت معاك او الجزء اللي جه معاك انبسط في مصر، لكن لسه شويه هياخدوا على اجواء الاكل. طب الاماكن بقى اللي هم زاروها وحبوها قوي، بعيدا عن انت قلت الاهرامات وقلت اماكن، هل في مكان معين عايزين يروحوه تاني؟ For me too, I've always been in Cairo. I don't except to go for matches, and you know sometimes I always stay at home. I don't go out. ساعات. For them when they are around. لما بيجوا أنا بحب دايما أقعد في البيت، بفضل أقعد في البيت أكتر. لكن بأخد أفرجهم على الأماكن. Even they like Egypt to the extent that they like to even go down just to walk around. بيحبوا مصر بشكل عام، بيحبوا حتى ينزل يتمشوا في الشوارع. ما بيروحش حتة محددة، بس يتمشوا في الشارع ويتفرجوا على الشوارع، يشوفوا الناس. وبقى سعدة جدا باللي بيشوفوه. ساعات بننزل من البيت نقعد نتمشى في الشارع، نتمشى نتفرج على الناس، نتفرج على الشوارع. حتى دلوقتي بيقولوا لي احنا عايزين نرجع تاني، عايزين نرجع تاني. عشان احنا بنحب مصر. طب ماشي هجيبكم لو بتحبوا مصر تقعدوا وقت ظريف معانا تاني. بينبسطوا بقى وانت ماشي معاهم في الشارع، الناس عارفاك وبتتصور معاك. ده بيخليك مبسوط وهم مبسوطين اكتر. طبعا بيبقوا فخورين جدا بيا. انا فاكر مره كنت ماشي معاهم والناس جم لغايه عندي، انا حبيت ابص لوش امي اشوف رد فعلها ايه. انا قلت الناس استنى ما تجيش، حبيت اشوف رد فعل ماما. قالت لي سيبهم براحتهم يجي ياخدوا صور معاك، ايه المشكله؟ انا مش متضايقه، هم مش بياخدوك مني، ده جزء من عملك، سيبهم يجوا يتصوروا معاك. وكنت مبسوط جدا لان حسيت امي متفهمه ده وفخوره بيا. وفي نيجيريا برضو عندي اصدقاء كتير وفخورين بيا، واصحاب هنا في مصر جدا برضو من النيجيريين بيحبوني. طبعا دي سعاده بالنسبه لي احس بالمشاعر دي. طبعا اكيد سعاده ليك واكيد سعاده للجماهير كلها. اسرتك الصغيره بقى، الزوجه والابن